الحمد لله، هنيئا لنا كاملين بهذا التتويج هذا، 5 كوب. الحمد لله 5 ديال الكؤوس افريقيا، المغرب خدم 5 الحمد لله. دوميناسيون توتال ديال المغرب في هاد لا كومبيتيسيون، الحمد لله قدرنا اننا نجيبوا 5 كوب وفي المغرب عندها طعم خاص. هنيئا لنا كاملين، هنيئا للجماهير المغربيه، وكنشكر جميع الجماهير المغربيه اللي ساندتنا من قريب ومن بعيد، والسيد اسمه التقي سيمو سعيد الحمي سي عبد الجليل ستاف تكنيك والكوميتي ديال لا فيديراسيون، كنشكرهم جزيل الشكر على التضحيات ديالهم معنا. الحمد لله خدينا الكوب دافريك 5 كوب، نساو هذا التتويج هذا، دابا غادي نبداو في التفكير، نسيناه غادي نبداو في التفكير دابا في البريباراسيون لا كوب دي موند، اللي هاد الكومبيتيسيون خصنا نشوف فيها الابعد نقطه، لان يعني مشينا للكومبيتيسيون اللي دازت، مشينا للكارد فينال الحمد لله هذا العام، نتمنى اننا نمشيو للدومي فينال ولا الفينال علاش لا. خصنا نخدموا مزيان، خصنا نكونوا بيان كونسونتري باش نقدروا نمشيو بعيد في هذه الكومبيتيسيون هذه، لان لا كوب دي موند كيكون عندها واحد الـ واحد الـ واحد الطعم خاص، وفي الهو نيفو لان مختلفه تماما، كل اختلاف على لا كوب دافريك ولا لي جوز اولمبيك. كوب دي موند بغينا نمشيو فيها بعيد، كاين منتخبات قويه، منتخب برازيل، ارجنتين، الصين، منتخب الايطالي، منتخب المانيا، الانجليز، يعني منتخبات قويه. نتمنى اننا باش نكونوا مع الاربعه الاوائل. الحمد لله عندنا البالماريز ديالنا كيخول لنا اننا نمشيو في الكاتريام بلاس الاولى، نتمنى باش نكونوا ان شاء الله في المستوى وفي عند حسن ظن الجماهير المغربيه، باش نقدروا نهديو الجماهير المغربيه شي تاهل تاريخي للنهائي ولا للدومي فينال ان شاء الله. يعني هذا الفوز، هل المنتخب المغربي ان شاء الله باش يشارك في كاس العالم اللي غادي يكون في لندن في سنه 2023، وكذلك اهله للمشاركه في الالعاب البارالمبيه اللي غتنظم بباريس في سنه 2024 ان شاء الله بعد ايام، ان شاء الله غادي يعني غادي بحال نقولوا غادي ينطلقوا فواحد المجموعه ديال فواحد المجموعه ديال التربوسات، يعني غادي يكون تربوس مكثف وغادي يدوزوا في التربوس واحد المده طويله جدا. علاش؟ لانه احنا باغيين ان شاء الله الرحمن الرحيم نشرفوا المغاربه داخل الوطن وخارجه، ونشرفوا كذلك صاحب الجلاله نصره الله واياده بفوز ان شاء الله نفوزوا بكاس العالم. علاش لا؟ سيكون حاضر الجمهور المغربي كسائر، يعني كسائر التظاهرات الرياضيه الاخرى ديال كره القدم. مثلا كنلقاو كره القدم كنلقاو عندها واحد الجمهور كبير، انا كنطالب بالجمهور المغربي باش يكون حاضر في جميع التظاهرات الرياضيه، لان غادي يكون تشجيع لهذه الشريحه من المجتمع. وكذلك هذه الرياضه ديال كره القدم راه فيها مجموعه ديال الريسك، راه كاين اللي كيتهرس بالانف ديالو، كاين اللي كيتهرس بيدو، كاين مجموعه ديال سميتو مجموعه ديال الريسك، يعني خص الجمهور المغربي يحاول يعطي واحد القيمه الكرة القدم الخماسية للمكفوفين ولا كرة الخل الهدف، لأن كاين مجموعة ديال الرياضات اللي كتمارس تحت لواء الجامعة الملكية المغربية لرياضة المكفوفين وضعف البصر. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.